نظمت جامعة الخليج العربي ممثلة بعدد من طلبة كلية الطب حملتها التوعوية للأطفال في موسمها الثاني بعنوان مستشفى دببة جامعة الخليج العربي، والتي تهدف إلى كسر حاجز الخوف لدى الأطفال من الطبيب والمستشفى والأدوية والتطعيمات عبر تهيئتهم في بيئة مرحة يلعب خلالها الطفل دور الطبيب ومريضه لعبة الدب. في خطوة لمساعدة الأطفال على التخلص من مخاوفهم تجاه المستشفيات والأطباء، انطلقت النسخة الثانية من مستشفى الدببة الذي يقوم عليه عدد من طلبة الطب بجامعة الخليج العربي، حيث يمر الأطفال على العيادات المختلفة للمستشفى ليتعرفوا على طريقة إجراء الفحوصات. فعالية المستشفى الدبدوب هي فعالية عالمية ورائدة في المجال الطبي، فكرتها وهدفها الأساسي أن نقضي على حاجز خوف الأطفال تجاه الأطباء والمستشفيات والبيئة الطبية بشكل عام. تطبيق الفكرة عن طريق مستشفى مسقر يحتوي على الكثير من العيادات اللي تشابه العيادات الموجودة في المستشفى الحقيقي. الطفل بيكون هو الدكتور هالمرة، ومريضة هو دبدوبة الخاص أو دميتة الخاصة. عن طريق سيناريو طبي معين بإشراف طلبة الطب، الطفل رح يتعلم معلومة طبية ويطبقها على دبدوبة. طرح سيناريو من قبل الطفل للدكتور، والدكتور رح يعالج هذا السيناريو عن طريق أنه ممكن يوصف له أدوية، يطلب منه فحوصات معينة، وبهالطريقة رح نقلل الخوف اللي عند الأطفال اتجاه المستشفى والعمال والعاملين في المجال الطبي. والحمد لله لقينا تفاعل إيجابي سواء من الأطفال نفسهم أو من الأهالي، وهذا السبب الأساسي إن كملنا وسويناها للمرة الثانية. الطفل نفسه رح يشرح سيناريو حق الدكتور، والدكتور رح يطلب من الطفل فحوصات معينة، والطفل رح يطبق هذه الفحوصات على الدبدوبة، والحمد لله لقينا ردة فعل إيجابية سواء من الطفل ومن الآباء نفسهم، وهذا يمكن كان السبب الأساسي إن نسويها المرة الثانية. والحمد لله الإقبال مثل ما تشوفين اليوم أعداد أكثر من العام، وإن شاء الله راح نطلع بنتائج جيدة لإنتاج جيل ما يخاف من الدكاترة ولا المستشفيات. مساحات تفاعلية مفتوحة بين طلبة الطب وزوار مستشفى الدببة، استطاعوا من خلالها أن يساهموا في كسر حاجز الخوف عند الأطفال من المستشفيات والأدوية والعمليات الجراحية عبر تهيئة بيئة مرحة يلعب خلالها الطفل دور الطبيب ولعبة الدب دور المريض. كنت أخاف من المستشفى شوية، حين صرت ما أخاف وتعلمت وايد أشياء مثل الأشعة، شلون نسوي الأشعة والجراحة وشنو ناكل من الأكل الصحي والأكل المو صحي. أنا ما أخاف من الإبرة لأن أنا حطيت الدبدوب، حطيت قطر في عينه لأن عينه تعورة بعد شقت بطنه وخيطته. الأول كنت أخاف من أشياء مثل الإبر وكذي، بس الحين شفت وصرت ما أخاف لأن عرفت إن فيها أشياء مفيدة وما ضر حق الصحة. أنا جيتي يا دبدوبي لأن كنا قبل نخاف، بس الحين جينا هني صرنا ما نخاف، ولين كبرت وصرت دكتورة. مستشفى الدببة يقدم قصصا وسيناريوهات طبية يتم سردها بعناية فائقة لتحاكي خيال الطفل وتنقل له المعلومة بأسلوب مبسط ليتعرف خلالها على أساليب العلاج لمختلف الأمراض وطرق الوقاية منها، ليأخذ دور الطبيب ويقوم بعلاج الدب. فكرة مبتكرة تحاكي خيال الطفل وتنقله إلى عالم افتراضي عبر مستشفى الدببة، يأخذ دور الطبيب ويعالج الدب المريض في جو ترفيهي لا يخلو من المتعة والمرح. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.